بصي زي كل الناس، احنا بتصحي من النوم بتشوفي البيت والاكل، عشان احنا كلنا هنبقى كل العيله، يا عندي يا عندي يسرى اختي، لان احنا ساكنين جنب بعض. الطقوس العاديه بقى، ان انت بتقري قران قبل الفطار، بتقعدي تسبحي، حاجات لا بصي اللي احنا اتربينا عليها، اللي كل الناس بتعملها. الناس بتفكر ان الفنانين دول حاجه تانية غير، لا احنا زي احنا شبه الناس، ويمكن ابسط كمان بكتير مما متخيلين. لا 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 خالص. طيب مسلسلات بتتابعي ولا؟ اكيد طبعا بتفرج على كل الحاجات. اتفرجتي على حاجه رمضان ده؟ هو الحقت الكبير و نيلي كريم، واتفرجت على ايه تاني؟ الامام الشافعي عجبني جدا. وشفت ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايه تاني ايه تاني يا غدا ايه تاني؟ نهار اسود، هم دول بس انا شفتهم تخيلي. لا بس على فكره لا لطيف ده، احنا بس النهارده تالت يوم. لا انا بذلت مجهود. ايوه بذلت، انا بصور فلا.